ولكن هل قادرة إسرائيل حاليا على اتخاذ هذه الخطوة في ظل أنه ما زلنا نتحدث عن جبهة مفتوحة أخرى في غزة، خسائر كبيرة أيضا للجيش الإسرائيلي في العتاد وفي الجيش أو عناصر الجيش، هل قادرة إسرائيل حقا على أن تفتح جبهة وتدخل أو تجتاح لبنان بريا وهي لا زالت غارقة في غزة؟ نظريا لا، أما عمليا فيبدو أن الأمور تتدحرج بهذا الاتجاه، بمعنى أنه كان هنالك انطباع سابقا لمعظم المتابعين للشأن الإسرائيلي أن إسرائيل لا تستطيع الحرب على جبهتين، لكن تغيرت الأمور. الآن إسرائيل بعد حوالي عام من اجتياحها لقطاع غزة وحربها في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة أنها وصلت إلى ما يشبه لنصف الأمر إلى حالة ثابتة، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي لا يتواجد بشكل فيزيائي في المناطق التي يوجد فيها احتكاك مع السكان أو المقاومة، فقط يتمحور تواجده في محور سريم وكذلك محور صلاح الدين أو فيلادلفيا، وبالإضافة إلى الجزء الشرقي من قطاع غزة أي المنطقة الحدودية المتاخمة من الحدود، وبالتالي لا يوجد احتكاك مباشر، وفي حال أراد إسرائيل استهداف أحد من المقاومين أو عائلاتهم يتم قصف الخيام والبيوت أو الشقق بواسطة الطيران ولا حاجة لاجتياح البري، بمعنى أن هنالك الحد الأدنى من القوات الإسرائيلية والحد الأدنى من المعدات. وكما تابعنا في الإعلام فقد تم نقل الفرقة 98 التي اجتاحت بدأت اجتياح قطاع غزة، نقلت إلى شمال فلسطين وهي تستعد صحيح. لهذا الاجتياح البري، إضافة إلى نقل جزء كبير من المقدرات الإسرائيلية إلى شمال فلسطين تحضرا لعملية اجتياح البري. أما مسألة أن هل هي قادرة على المواجهة، على ما يبدو أن إسرائيل وبحسب ما أعلن نتنياهو في بداية أكتوبر أي بعد عملية 7 أكتوبر أنه سيسعى لتغيير وجه الشرق الأوسط، وهذا على ما يبدو الهدف المستبطن في جميع التحركات الإسرائيلية. إسرائيل لن تكتفي هذه المرة بمحاولة استعادة أو ترميم جزء من الردع بمعاقبة أو تتبع المقاومين ومحاولة إيقاع ضربة قوية بحقهم. الآن التوجه الذي يقوده نتنياهو ويسانده في المجتمع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي هو لمحاولة تغيير المعادلة بشكل كامل، بمعنى صحيح. إزالة أي خطر يهدد إسرائيل على الأقل لعقد أو عقدين، بمعنى أن في قطاع غزة توجد حركة مقاومة، هذه حركة مقاومة يتم القضاء عليها أو إضعافها إلى درجة ألا تصبح تشكل خطر على إسرائيل، وفي الوقت ذاته سيعمل على تطبيق نفس السيناريو في جنوب لبنان، بمعنى أن ما شهدناه في شمال قطاع غزة من اجتياح بري وقصف شديد ومحو للشجر والحجر وحتى السكان من المتوقع أن ينفذ سيناريو شبيه في جنوب لبنان. بدي أتشكرك جزيل الشكر دكتور أشرف بدر الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت ضيفي مباشرة من الخليل، عفوا من الخليل، شكرا جزيلا لوجودك معنا. أيضا مشاهدينا ننتقل الآن إلى بيروت إلى السيد حنا صالح الكاتب السياسي، أيضا لنقف معه على قراءات المشهد الحالي وما هو المتوقع. أهلا بك معنا سيد حنا، نبدأ بالحديث عن المشهد الحالي وقراءتك للواقع، تعليق عندك يمكن. الحقيقة حققت إسرائيل بالأيام الأخيرة وخصوصا يوم أمس ضربات قاسمة أنزلتها بحزب الله. واقعيا بعدما ضربت إسرائيل الضلع الفلسطيني في المشروع الإيراني وجهت ضربات شديدة بالغة القصوى للعمود الفقري للمشروع الإيراني في المنطقة، حزب الله الذي استثمرت فيه إيران لسنوات طويلة. وقبل ضربة أمس كان هناك حديث لافت للسي أن أن لنائب الرئيس الإيراني الوزير السابق ظريف الذي قال أن إسرائيل دمرت 50% من قدرات حزب الله وأن الاختراقات في بنية حزب الله مكنتها من القضاء على قوات النخبة، على أعداد كبيرة من القوات التي أنفقت عليها إيران الكثير ودربتها، وأن استعادة هذا الوضع أمر بالغ الصعوبة. ما هو حاصل الآن؟ أن العدو الإسرائيلي
منذ العام 2006 عمل بقوة على اختراقات استخبارية وأمنية، مكنته هذه الاستخبارات من القضاء على أوسع وسط من قيادات حزب الله، قيادات الصف الأول والقيادات الميدانية وقوات النخبة قبل أن تكون في قلب المعركة، ومكنته أيضا من تدمير الصواريخ وهي في مخازنها. من هنا أريد أن أشير إلى أنني لا أتفق مع ما ذهب إليه الدكتور بدر ضيفك قبل قليل، لا أرى أن إسرائيل بوارد الآن أي عملية برية، إنها تتحكم بالوضع اللبناني، تتحكم بورقة تهجير نصف مليون لبناني ممنوع أن يعودوا إلى الجنوب، تواصل عملياتها العسكرية، وهذه العمليات هي اجتياح جوي، هي بالواقع حرب إسرائيلية إيرانية بأجساد اللبنانيين ودمائهم. تواصل هذه الحرب الجوية المخيفة وليست مضطرة لأي عمل بري. المشهد بالغ الخطورة ويزداد خطورة مع الغياب الكامل لكل الطبقة السياسية اللبنانية منذ الأمس. ما من سياسي، ما من مسؤول، ما من نائب، ما من وزير، ما من رئيس حكومة، رئيس مجلس وجه كلمة للبنانيين الهائمين على وجوههم وإسرائيل تدمر بيوتهم خلفهم. ما من أحد تحرك من المسؤولين. هذه اللحظة في لبنان ينبغي سنتحدث عن الوضع الداخلي في لبنان، ولكن أريد أيضا قراءتك للمشهد فيما يتعلق بالتوقعات سواء من حزب الله في المرحلة المقبلة. قبل قليل كنا نناقش هذه المسألة مع الضيف باعتبار أنه اليوم قيادات الصف الأول في الحزب قد تم تصفيتها، وهي مسألة مختلفة عن طبيعة الاغتيالات التي كانت تجريها إسرائيل سابقا مع أي أطراف أخرى. كيف لهذه المسألة أن تؤثر على الحزب، على قدرته على البقاء كما هو في المرحلة المقبلة، على المواجهة، على الاستمرار بالعمليات العسكرية، وبالتالي ما هي التداعيات سواء على الحزب وعلى المنطقة ولبنان؟ هناك تقديرات واسعة بأن حزب الله فقد القدرة على القيادة والسيطرة نتيجة هذه الاغتيالات الواسعة التي طالت القسم الأكبر من القيادات الميدانية وقيادات الصف الأول. واقعيا دمرت إسرائيل كل مجلس الجهاد وهو مركز القرار العسكري والقرار السياسي، مركز القرار في حزب الله، لم يبقى أحد عمليا في مجلس الجهاد. وعملية الاستبدال ليست مسألة كوني فكانت كما قال مستشار الخامنئي أنه يمكن إبدال قائد بقائد، هذه مسألة يجب التدقيق بها، لأنه قبل 4 سنوات قتل قاسم سليماني، حتى الآن إسماعيل قاآني لم يملئ مكان قاسم سليماني. ففي ميليشيا حزب الله لا يمكن الحديث أنه في أيام سيتم ملء الشواغر. الآن حزب الله بنسبة عالية فقد القدرة على القيادة والسيطرة، لكن هل تستمر العمليات؟ برأيي نعم، هناك إمكانية لإطلاق رشقات صاروخية، ما زالت هذه الرشقات بعض تطلق. القذائف من هنا وهناك بدون شك بعد سنة بغزة ما زالت تطلق، لكن هل هناك قوى عسكرية تقاتل؟ هل هناك حرب في غزة؟ هذه الرشقات ستستمر إلى حين، وهي لن تغير شيء في المشهد سوى بعض الكلام الدعائي عند جهة قصيرة النظر أن المقاومة ما زالت موجودة وأن الصمود ممكن. الشجاعة الآن، المقاومة الحقيقية الآن هي حصر الأضرار وحقن دماء اللبنانيين. طيب كيف يمكن تحقيق هذا ربما؟ يعني كيف يمكن حصر الأضرار في هذه المرحلة بعد كل ما حدث؟ وبدي أسألك أيضا يعني سيد حنا، هل القرار الآن في إيران إذا أي احتمال تصعيد أكبر مما نشهده الآن، أم لدى إسرائيل، أم لدى الولايات المتحدة، أم لدى الأطراف الثلاث؟ المبادرة العسكرية بيد إسرائيل بدون شك ليس من اليوم، منذ فترة. وحديث البعض أن إسرائيل تستعيد بعض الردع أثبتت أنها القوة الغاشمة الرادعة الأساسية، وكل الأحاديث السابقة عن توازن الرعب وتوازن الردع وإلى آخره أثبتت أنها أحاديث خلط وغسل للأدمغة ولا مكان لها. المبادرة بيد إسرائيل وهي
تمتلك الغطاء الكامل من الولايات المتحدة ودول الأطلسي. بالأمس حصل نتنياهو على أسلحة من الولايات المتحدة بنحو 9 مليار دولار، 8.7 مليار دولار قبل 24 ساعة فقط. التغطية كاملة، والقرار الغربي تصفية القدرات العسكرية التي نظمتها، أنشأتها، رعتها، حمتها إيران في المنطقة. وهذه القدرات أولها حزب الله، ثم حماس، ثم الحوثيين، ثم الحشد الشعبي في العراق. عبر هذه القدرات العسكرية بسطت إيران سيطرتها من خلال إقامة حالات موازية للدول الموجودة، تجويف الدساتير، وإقامة قوى أمر واقع تغولت على الدولة. هذا ما حصل في لبنان، هذا ما يحصل في العراق، وهذا ما حصل في اليمن. واقعيا نحن أمام هذه الحرب التي تحجم الدور الإيراني. أما الحديث عن إمكانية لإيران لنجدة حزب الله، فبظني أن ظريف ورئيس الجمهورية الإيرانية وكان في الولايات المتحدة في نيويورك يحاولان بيع أي شيء لحماية النظام الإيراني بما فيها هذه الأزرع. هم يعلمون أكثر من غيرهم عجز إيران والخلل الكبير بميزان القوى بين إيران وإسرائيل للمواجهة. ابقى معي سيد حنا، سنعود إليك لمناقشة ربما تفاصيل أكثر تتعلق بالمشهد الحالي، ولكن نعود فقط إلى زميلة مها حطيت، مراسلتنا في بيروت للوقوف على أبرز وآخر المستجدات في إطار التصعيد الحاصل في لبنان. مها، نرحب بك من جديد. ما هي المستجدات حتى اللحظة؟ يعني الآن يعيش اللبنانيون مرحلة من الإشاعات الكثيرة، من التضارب في المعلومات، بما أنه ليس هناك موقف رسمي من حزب الله بعد، حتى بعد الإعلان الإسرائيلي الرسمي عن قتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، لم يصدر بعد أي موقف من حزب الله عن هذا الموضوع، ما يثير الكثير من الشكوك والأسئلة. وكما ذكرت، موجة من الشائعات عن يعني معلومات عن أنه بخير وأن هذه كذبة إسرائيلية، والبعض يقول يجب انتظار بيان حزب الله. إذن نوع من البلبلة في الأوساط اللبنانية بانتظار هذا التأكيد أو النفي من حزب الله، وهو لم يصدر بعد حتى هذه اللحظة، ما يثير الكثير من الأسئلة والشكوك حول فعليا لماذا كل هذا التأخر بإصدار بيان. طبعا نحن نتحدث عن مشهد تاريخي في لبنان إذا صح القول. نصر الله جزء من المشهد اللبناني الداخلي منذ 92، هو جزء من المشهد الإقليمي حتى، هو شخصية يعني عليها جدل كبير إن كان في الداخل اللبناني أو في الخارج، وبالتالي حدث كهذا سيكون الأكيد له تداعيات كبيرة على الأقل على لبنان لسنوات طويلة. بانتظار هذا التوضيح أو الإعلان من حزب الله، نحن لازلنا نتابع موضوع الغارات. في إعلان قبل قليل أن هناك 11 شهيد وقعوا من الأطباء والممرضين ومن المسعفين، يعني الضحايا في القطاع الطبي وصلوا إلى 11 شخص جراء الغارات الجوية على مناطق معينة منها الطيبة ودير سريان، وذلك في جنوب لبنان. إذن الغارات الإسرائيلية تقتل أيضا القطاع الطبي. كان هناك غارات صباحية اليوم على عدد من القرى والبلدات الجنوبية والبقاع، لكن يبدو أن الآن هناك وضع يعني إذا صح القول هدوء حذر على أكثر من جبهة. لا نسمع كثيرا عن غارات متقطعة في بلدات محددة جنوبا على الأقل. الضاحية كما ترون في الصورة، يعني هناك هدوء في الضاحية الجنوبية، طبعا هدوء بالنسبة للغارات، لكن الأكيد أن الضاحية وسكان الضاحية هناك حالة من الغليان الشعبي. هذا مركز وثقل حزب الله، هذا المكان الذي استهدفت فيه قيادات حزب الله منذ 8 أكتوبر، وهو أيضا المكان الذي استهدف فيه أمينه العام البارحة. وبالتالي طبعا هناك حالة من الغليان الشديد يعيشها سكان الضاحية أو على الأقل من بقي منهم، خصوصا بعد غارات الأمس. مشهد غامض بشكل كامل الآن في بيروت. ابقي معنا مها. أتوجه الآن إلى زميل محمد الراغمي من رام الله، مدير مكتب الشرق في رام الله. نرحب بك مجددا محمد، وما هي أبرز المستجدات عندك حتى اللحظة والتفاصيل إزاء هذه التطورات؟ نعم، على الصعيد الميداني ما زالت بضعة صواريخ تأتي أو رشقات صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل. قبل قليل جرى اعتراض صاروخ في سماء مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، سقطت شظايا من هذا الصاروخ في قرية
قرب رام الله تدعى جفنة. يعتقد بأن هذا الصاروخ كان موجها إلى مطار بن غوريون الدولي. مطار بن غوريون لا يبعد عن رام الله سوى 50 كيلومترا هوائيا. ربما على الأرجح أن هذا الصاروخ كان موجها إلى هناك. إسرائيل تقول بأنها يعني نشرت دفاعاتها في مختلف أنحاء البلاد بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة. قبل قليل صافرات الإنذار دوت في مستوطنة بزغوت المقامة على أراضي مدينة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية. إسرائيل تقول بأن دفاعاتها الجوية وعززت أيضا دفاعاتها الأرضية بثلاث ألوية في المنطقة الوسطى بالإضافة إلى التعزيزات العسكرية في الشمال. إسرائيل في حالة نشوة. كل التصريحات وكل التسريبات القادمة من إسرائيل تقول بأن المعركة في مرحلة تحول استراتيجي وأنها ماضية في توجيه الضربات إلى حزب الله على مستويات القيادة والتحكم وعلى مستوى القدرات الصاروخية ومراكز إطلاق النار وأيضا على مستوى القوات البرية وتحديدا إلى فرقة وكتيبة الرضوان. إسرائيل تعتبر أنها حققت هذا الإنجاز وتقول بأن الإنجازات الاستخباراتية والعملياتية التي سجلتها في لبنان تعد أعظم إنجازات لها في الآونة الأخيرة تقابل الفشل الذريع في 7 أكتوبر. من المؤكد أن إسرائيل داخلة في مرحلة جديدة من الحرب وهذه الحرب في هذه المرحلة البعض يتحدث في إسرائيل عن الإعداد لهجوم بري على لبنان استغلال حالة الإرباك والفراغ القيادي في حزب الله من أجل الذهاب إلى حرب برية والبعض الآخر يقول نكتفي بالهجمات الجوية لأنها تفي بالغرض وتقوم بتدمير قدرات حزب الله والقضاء على قياداته السياسية والعسكرية وشل قدرته على الحركة وأن هذه الحرب في لبنان لن تتوقف إلا بإعلان حزب الله عن الاستسلام والتوقف عن الهجمات على شمال إسرائيل وبالتالي تحقيق هدفها في إعادة النازحين الإسرائيليين من مستوطنات شمال إسرائيل. في غضون ذلك الحرب تتواصل أيضا على قطاع غزة. يعتقد على نطاق واسع بأن هذه العمليات العسكرية الكبيرة التي تجري في لبنان والنتائج التي تسجلها ربما تؤثر أيضا على الحملة العسكرية الإسرائيلية أو الحرب الدائرة على حركة حماس في قطاع غزة. هنالك مخاوف. بعض المراقبين في إسرائيل يقولون بأنه آن الأوان لتطبيق خطة الجنرالات في غزة، اقتطاع شمال قطاع غزة، طرد السكان، إقامة منشآت عسكرية لضمان عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر. من المؤكد حسب كثير من المراقبين في إسرائيل أننا على أعتاب مرحلة جديدة. إسرائيل أعلنت قبل قليل بأنها اخترقت الأبراج المراقبة في مطار الحريري الدولي في بيروت وحذرت من هبوط طائرة إيرانية وحذرت من منعها من الهبوط بالقوة. أشكرك جزيل الشكر محمد راغمي. بالتأكيد سنعود إليك بعد قليل في إطار متابعة آخر وأبرز التطورات. محمد راغمي مدير مكتب الشرق في رام الله، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول أيضا لما حطيت مراسلتنا في بيروت. أعود إلى السيد حنا ضيفنا من بيروت أيضا لمناقشة كل هذه المعطيات والتطورات، ربما انطلاقا وتأكيدا على ما تحدث عن الزميل محمد راغمي. واشنطن بوست تنقل الآن عن مصدر عسكري إسرائيلي بأن الجيش نشر لواء أي احتياط، ما يعني أن التوغل البري بلبنان ممكن. ما رأيك سيد حنا؟ يعني في هذه الحرب المفتوحة وهي كما سبق وذكرت هي حرب إسرائيلية إيرانية على الأراضي اللبنانية، قد تقدم إسرائيل على عمليات برية، لكن بالمنطق ليست بحاجة لأي عملية برية إلا إذا كانت تريد اقتطاع جزء من لبنان. هل كل الأوضاع الدولية والإقليمية تسمح بخطوة بهذا الحجم؟ من المبكر الحسم بأي اتجاه، لكن الخطر بالتأكيد موجود، وربما تقوم إسرائيل بعمليات موضعية أي إنزال جوي في منطقة لتطهير منطقة إلى آخره. وهنا أريد أن أشير أنني قرأت إلى أحد المواطنين من أبناء النبطية
وهي من مدن الجنوب الكبيرة، يقول تجولت في المدينة حتى إسرائيل تجتاح هذه المنطقة، هي بحاجة لآلة موسيقية فقط. واقعيا لا وجود لقوى جدية تواجه العدو الإسرائيلي، هذه حقيقة. طيب ربما نسأل هنا سيد حنا، حصر الضحايا ووضع حد للهزيمة. هذه النقطة قبل قليل تحدثت قليلا عن هذه المسألة. اليوم كيف يمكن حصر الضحايا، وقف نزيف هذا البلد، وأين ربما مؤسسات الدولة اللبنانية بدءا بالحكومة إلى مجلس النواب وصولا إلى الجيش اللبناني الذي عليه أن يكون ربما اليوم على يعني الخطوط الأمامية في مسألة الدفاع عن لبنان وعما يحدث؟ تماما، هذا موضوع يستحق فعلا النقاش. مؤسف أن رئيس حكومة لبنان الذي توجه إلى نيويورك لم يتنبه أن الرئيس الإيراني ونائبه كان على استعداد لبيع كل شيء حماية لإيران، وكان ينفذان ما أعلنه الخامنئي عن تراجع تكتيكي. فإذا بنجيب ميقاتي يلقي خطاب في الأمم المتحدة عن ربط الجنوب بغزة، وهو ارتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه حسن نصر الله في خطابه الأخير بعد ضربة البيجر وتفجير أجهزة الاتصال، عندما كرر ربط جنوب لبنان عمليا بغزة. في هذه اللحظة بقايا السلطة مطالبة بإعلان الطوارئ بالبلد، تكليف الجيش بالانتشار في كل المناطق، وإرسال قوات جدية واسعة عديدا وإمكانات إلى الجنوب، وهي يمكن أن تتعاون مع اليونيفيل بحيث يظهر للعالم أن هناك مرجعية سياسية للبنان، والمرجعية لم تعد بين مجموعة مسلحين صحيح يقررون مصير الشعب اللبناني، وهذا ما يحدث. سيد حنا، بدي أتشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا، ولكن للأسف وقت انتهى. هذا موضوع يطول فيه النقاش. سيد حنا صالح الكاتب السياسي، كنت ضيفي مباشرة من لبنان، شكرا جزيلا على وجودك معنا. هو الأمين العام الثالث لحزب الله اللبناني، تولى منصبه يوم 16 من فبراير عام 1992 خلفا للأمين العام السابق عباس موسوي. فمن يكون حسن نصر الله؟ لأسباب أمنية يعيش في الخفاء منذ سنوات، فظهوره قليل وخطاباته تتابع عبر الشاشات فقط. هو حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني، في أحد أكثر الأحياء فقراً في الضاحية الشرقية لبيروت كان مولده، تحديداً بتاريخ 31 أغسطس من عام 1960. تلقى تعليماً دينياً في مراكز وحوزات شيعية في لبنان والعراق وإيران، ليبدأ بعدها حياته السياسية ويعين مسؤولاً تنظيمياً لبلدة البازورية في حركة أمل. عام 1978 تولى نصر الله القيادة السياسية في وادي البقاع في حركة أمل، وأصبح العضو السياسي في الحركة التي تحظى بدعم إيران. لم يدم طويلاً مكوثه في هذه الحركة لينسحب منها عام 1982 مع مجموعة كبيرة من المسؤولين بعد خلافات مع القيادات السياسية حول سبل مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان، لينضم على إثرها إلى حزب الله الذي تأسس في العام نفسه وتولى مسؤولية منطقة البقاع، وكانت مهمته تعبئة المقاومين وإنشاء الخلايا العسكرية. بدءاً من عام 1985 ومع انتقاله إلى بيروت، كلف نصر الله بمهام عدة حتى أصبح المسؤول التنفيذي العام المكلف بتطبيق قرارات مجلس الشورى، ومن ثم انتخب أميناً عاماً للحزب عام 1992. خاض نصر الله مواجهات عدة ضد إسرائيل استمرت حتى نهاية حرب تموز 2006، وانتهت بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان دون تحقيق أهدافها. عام 2005 اغتيلت الشخصية الأبرز في لبنان رئيس الوزراء رفيق الحريري، ووجهت أصابع الاتهام آنذاك لشخصيات عدة، كان من بينهم سليم عياش المسؤول العسكري في حزب الله، وهو اتهام نفاه نصر الله بعد ذلك. أحداث سوريا عام 2011 كانت نقطة مفصلية في مسيرة حسن نصر الله، فقد واجه انتقادات عربية ودولية واسعة بإقراره مشاركة عناصر من حزبه في القتال إلى جانب قوات النظام السوري ضد الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد. عاد اسم نصر الله بعدها إلى واجهة الأحداث من جديد بعد اندلاع حرب غزة أكتوبر 2023، وقتها أعلن عن فتح جبهة في جنوب لبنان لدعم وإسناد غزة،
وهي جبهة قال في عدد من خطبه إنها لن تهدأ إلا بعد إنهاء الحرب هناك. لتتصاعد بعدها حدة التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تبادل فيها الطرفان القصف المتواصل إلى أن تم استهداف المقر المركزي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، أعلنت على إثره وسائل أعلام إسرائيلية أن المستهدف هو حسن نصر الله. الآن نتوجه إلى القدس مع مراسلنا أيضا قاسم الخطيب. أهلا بك معنا قاسم، لنقف على أبرز مستجدات وتطورات وما تتحدث عنه إسرائيل في هذه اللحظات. النقطة الأولى هي الإعلان بشكل رسمي عن اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله. كان هناك بيان واضح من الجيش الإسرائيلي تحدث عن قدرات التي استخدمها من أجل تنفيذ عملية الاغتيال، وتحديدا كل ما يتعلق باستخدام المقاتلات الحربية، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية دقيقة من قسم المخابرات أو الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي. بعدها الجيش تحدث عن تاريخ حسن نصر الله مع إسرائيل وعن مسؤوليته عن مقتل العديد من الإسرائيليين وعن القدرات التي كان بحاجة لها لتنفيذ عمليات الاغتيال. الحديث في إسرائيل يدور أن عملية اغتيال بهذا الحجم هي ليست عملية اغتيال يقوم الترتيب والتخطيط لها خلال فترة زمنية قصيرة، وإنما هي بناء قدرات عسكرية وقدرات استخباراتية خلال سنوات طويلة. النقطة الثانية، حاليا في إسرائيل هي حالة الاستعداد لإطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل. في إسرائيل يقدرون أن هناك إشكاليات جدية لدى حزب الله بالقيام بعمليات إطلاق صواريخ أوسع، ليس بسبب فقدانه القدرة على إطلاق الصواريخ أو فقدانه للصواريخ، بسبب الغارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي منذ أيام باتجاه كل القدرات العسكرية الموجودة لدى الحزب في الجنوب وفي مناطق أخرى من لبنان، وإنما بسبب نوع من الانهيار داخل الجهاز العسكري أو سلسلة القيادات العسكرية والقيادات التنفيذية المسؤولة عن إطلاق هذه الصواريخ. كان هناك ما يقارب من 40 صاروخ تم إطلاقه منذ ساعات الصباح، بالإضافة إلى صاروخ باليستي تم عمليا إسقاطه من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية. مناطق إضافية في إسرائيل هذا الصباح دخلت إلى حيز إطلاق الصواريخ، وتحديدا المنطقة التي تعرف بمنطقة وادي عارة، وهي منطقة جزء من المثلث في داخل إسرائيل. هناك أغلبية عربية في تلك المنطقة، ولكن هناك أيضا العديد من القواعد العسكرية لوحدات إسرائيلية كبيرة تمتد في المناطق التي كانت تتبع لهذه القرى قبل أن تصادر هذه الأراضي. هناك قواعد عسكرية، هناك مقرات لوحدات عسكرية كبيرة كجفعاتي وجولاني. أيضا هذه المنطقة هذا الصباح دخلت إلى حيز النيران. حاليا في إسرائيل ينتظرون عمليا ما سيكون ليس على صعيد حزب الله وعلى صعيد لبنان، إنما هل ستكون في المدى المنظور تعليمات من إيران للدخول في مواجهة مع إسرائيل، ربما مباشرة أو من خلال ما تبقى من كوادر وعتاد لحزب الله في جنوب لبنان، وهو ربما وفق التقديرات الإسرائيلية حزب الله ما زال يمتلك الكثير من الكوادر ويمتلك الكثير من القدرات. حاليا هناك حاجة لإعادة هيكلة ما تبقى ومن تبقى، وهذا الموضوع ربما بحاجة إلى أيضا ضباط إيرانيين أو في حرس الثورة أو في أقسام أخرى لتولي هذه المسؤولية في المرحلة القادمة، خصوصا وأن المسؤول عن جبهة لبنان وجبهة سوريا في حرس الثورة الإيراني عمليا أيضا تمت تصفيته بالأمس في هذه الغارة. والنقطة الأخيرة، هناك تخوفات في إسرائيل أنه بسبب ما حدث خلال الفترات الماضية، تحديدا خلال الأسبوعين الماضيين، أن ينتقل حزب الله إلى طريقة أخرى، وهي القيام بعمليات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في العالم.
قاسم خطيب أشكرك، ابقى معنا لمتابعة ربما أبرز التطورات بعد قليل.